لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب في مسح الحصى عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع عندكم ذر ولا أبي ذر؟ أبا ذر. أبا ذر لأن النسخة اللي عندي مش صح بالتأكيد، اللي فيها ذر بس، هي أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. يقول إسناده ضعيف، بس هناك أحاديث صحيحة متفق عليها في ذلك اللي جاي على طول، يعني هو بيتكلم على الإسناد ده بس. إن الرحمة تواجهه أي تنزل عليه وتقبل إليه فلا يمسح الحصى أي الحجارة الصغار. طبعا ده غالبا وهو ثابت، كان الغالب عليهم فرش مساجدهم بالحصى. أنا أدركت ذلك في حول الكعبة سنة 1399 هجرية، كان يعني 44 سنة، كان الكعبة شوية رخام مولعين في السخونية وحواليهم حصى، هم اللي الناس تعرف تقف عليهم. الحصى كان ألين. يقول: لا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور. ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب عند البخاري في الرجل يسوي التراب، والمراد بقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي دخل فيها. أما قبل ذلك فلا مانع، قبل دخوله فلا يمنع. حديث معيقيب سأل عن مس الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام، قال الخطابي: يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه، كان كثير من العلماء يكرهون ذلك، وكان مالك بن أنس لا يرى بأسا به ويسوي في صلاته غير مرة. والظاهر أن هذا من مس الحصى، لأن التسوية لابد فيها من المسح. يعني عشان يعرف يسجد عليها هو الإمام، كأن الإمام مالك يرى ذلك من أجل ذلك، يعني مسح الحصى عشان يعرف يسجد عليها. إذا كان يسويها علشان يبقى قبل الصلاة وليس في الصلاة. عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، يعني فمرة واحدة فتسوية واحدة. وده الحديث ده ظاهر في ذلك يرجح على قول مالك، يرجح على قول مالك، لأن السنة الثابتة لا تترك لقول أحد. باب الرجل يصلي مختصرا. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته، اللي يقف كده اللي يعمل كده أهو، يبقى وضع يده على إيه؟ خاصرته. قال النووي: اختلف العلماء في معنى الاختصار، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب، أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته زي ما أبو داود فسرها. وقال الهروي: قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. عشان كده بعض العلماء زي ابن القيم المكروه ذلك، أو أن الرسول لم يفعل ذلك. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الصبح
بيقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا فقط، والآية الأخرى على روايتين: فلما أحس عيسى منهم كفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون ونحن أنصار الله، آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. والراجح عندي أنه قرأ في الثانية بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فقرأ آية واحدة. هذا يدل على أن هذا مشروع ولا يمنع منه، وليس ذلك بالمنهي عنه. قال: والصحيح الأول. وقال: وقيل هو أن يحذف فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، يعني يختصرها، يعني يصليها سريعا. الصحيح الأول هو وضع اليد على الخصر، قيل نهي عنه لأنه من فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه فعل المتكبرين. هو ظاهر أنه ينافي الخشوع. عن زياد بن صباح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فنهاه ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك. في لفظ البخاري نهى عن الخصر في الصلاة أو الخصر، ويقوله في رواية: وهو صنع اليهود. الله أعلم. على أي الأحوال هو ينافي الخشوع. باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. عن هلال بن يساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وبصة. قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، هيئته. الهدي، وهما من السكينة والوقار وحسن المنظر. يعني كيف تكون هيئته؟ قال: فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين. لاطئة يعني لاصقة، يعني في الله على رأسه. قال: وبرنس خز أغبر. وإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. صححه الشيخ الألباني. يقول: الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة، لبسها الصحابة والتابعون. وقال غيره: الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. قال الترمذي: أصله من وبر الأرنب، ويسمى ذكروه الخز. وقيل إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم، إبريسم. ها؟ الإبريسم ده نوع من الحرير، بس هم بيقولوا كأنها صوف وإبريسم، ده على هذا القول يعني. وإلا فالصحيح إن الخز أنواع، منه الحرير وده محرم، ومنه ما هو يتخذ من وبر ناعم زي وبر الأرنب أو غيره،
فيكون حلالا. البرنس كل ثوب رأسه في منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غير ذلك. زي المغربي بالضبط كده. أغبر بيقول كأن لونه لون التراب، يعني رمادي. أغبر دي إيه؟ لون الغبار، لون التراب، رمادي. فقلنا في اعتمادها على الحصى، يعني من أين الدليل؟ لما أسن أي كبر وحمل اللحم بيقول أي ضعف، هي مش ظهر أو كثر اللحم، هي الصحيح التانية، كثر لحمه يعني أصحاب كثر وزنه. وطبعا العضلات بتضعف في السن الكبير، فبيحصل ظهور لبعض يعني البطن، جزء من البطن. تلاقي الناس الكبيرة معظمها البطن لم تعد كالشاب، الشاب تلاقيه والشابة بطنهم تبقى ايه، خميصة ضيقة صغيرة، لكن الكبار يحصل ذلك. قال يلحق به الضعف والمرض. قال الشوكاني وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو على عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك. وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع، وهذا قد فصل جالسا، وهذا قد استطاع أن يصلي قائما بالاستناد بالاعتماد. قال ومنه المتولي والأدرعي وكأله باللزوم وكذا ابن قدامة الحنبلي. وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي لا يلزم ذلك، الثابت جواز الاعتماد، ولذلك يجب أن يكون إذا لم يستطع القيام إلا في الفريضة. ما الجواز يعني إيه؟ جواز عند الحاجة، لأن الأصل إن إحنا إيه؟ ما نعملوش. طب لو كان هو ده اللي بيسهل له القيام ولا يستطيع القيام إلا به، يبقى يلزمه ذلك. قلت قد ثبت اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم على العصا في صلاة التراويح، فروى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد قال أمر عمر أبي بن كعب وتميما الدري أن يقوم للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئتين. هي مكتوب عندي بالمئتين لكن هي الصح بالمئين، هي بالمئين. حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، يعني قرب طلوع الفجر، لعل ذلك كان في العشر الأواخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.